السلام عليكم يا شباب، رجعنا مرة تانية مع فيديو جديد من فيديوهاتنا. هحاول بقدر الإمكان إن أنا يعني أمشي معكم كده في فيديوهات الإندوكراين إلى أن شاء الله. يعني أولا، أول فيديو معايا عايز أتكلم فيه عن غدتين مهمتين، الأولى منهما هي البيتيوتري جلاند. البيتيوتري جلاند او اسمها الاخر باسم الهايبوفيسز سيربراي، عشان اعرف البيتيوتري جلاند او الهايبوفيسز سيربراي جت منين الاسم ده، لازم ارسم رسمه كده خفيفه كنا بنرسمها دايما قبل كده. الناس اللي كانت سمعت فيديوهاتنا في النيورو كنت بقول دايما كده ان انا كان عندي قطاع جانبي في السيريبرم، كان عندي هنا منطقة البرين ستيم. بص كده، عايز ارسم السكال من بره. السكال كانت في المنطقه دي عامله ازاي؟ كان يعني المفروض هنا كده قدام في الفرنتال بون، الفرنتال بون كانت بترجع لورا كده، حاجه اسمها بليت، كيريبري فورم بليت اوف اسمويد. بعد كده تيجي عندي عظمه اسمها الاسفينويد بون، بهذا الشكل. واكيد طبعا دي منطقة النوز، مش هطول ان انا اتكلم فيها. وبعد كده لما تيجي ترسم، ارسم لي السكال كده بهذا الشكل. تمام، فين بقى موضوع البيتيوتري؟ اين موضع البيتيوتري من الكلام ده كله؟ بص كده، البيتيوتري هي داون وورد جروث بهذا الشكل من الـ lower part of the brain. تحديدا من منطقة الهايبوثالامس، المنطقة دي كده كنا بنسميها الهايبوثالامس، منطقة ما تحت الثالامس. بما ان انت شفت الشكل ده وشفت الرسمة دي، اقدر دلوقتي افسر لك معنى كلمة هايبوفيثيز سيربراي. سيربراي يعني جاية من السيربرا، ماي السيربرال كورتكس البرين. هايبو لاتيني بمعنى داون، وفثيسز أو فثيسز باللاتيني بمعنى growth. إذا هي داون وورد growth of the brain، فسموها هايبو داون فثيسز جروس سيربراي من البرين. البيتوزير جلاند الصغيرة دي جدا، اللي حجمها تقريبا لا يتجاوز حجم الجوزة ألموند، شكلها أوفال إن شيب، وعلى الرغم من ذلك بيطلق عليها اسم المايسترو أوف ذا إندوكراين سيستم، المايسترو الغدة الرئيسة أو الرئيسية في الجهاز الغدد الصماء. ليه؟ لأنها بتفرز مجموعة من الهرمونات والميدياتورز اللي بتتحكم في إفراز معظم بقية الغدد اللي موجودة في الجسم. لو سألتك عن مكان البيتيوتري جلاند، هتقولي والله البيتيوتري جلاند في لها فصة خاصة بها من اسمها البيتيوتري فصة. البيتيوتري فصة دي موجودة فين؟ الجزء ده، العظمه دي كنا بنسميها الاسفينويد بون، هي موجوده فوق السنترال بارت اوف ذا بودي اوف اسفينويد بون، الفصه بتاعتها. تيجي نرسمها بشكل مكبر الحته دي كده، بص معايا. هذا البادي اوف السفينويد بون، السفينويد في جواه اير ساينسز كافيتيز، فيها هواء عشان تخف حجم السكال، سفينويد اير ساينس. بص كده، الحته اللي تحت اللي فوق دي كنا بنسميها ايه؟ الهايبوثالامس، منطقه الهايبو ثالامس. بيتكون لي البيتيوتري بهذا الشكل.
تمام. هتلاحظ في الصورة دي إن البيتيوتري جلاند بتتصل مع الهايبوثالامس عن طريق منطقة كونستريكتد نسميها يا إما البيتيوتري ستوك يعني عصاية البيتيوتري، أو في ناس بتسميها الإن فان ديبيولا، منطقة قمعية الشكل اللي تصل ما بين البيتيوتري والهايبوثالامس. يقال إن المينينجيز اللي ماشية على الفلور بتاع الكرينيا الفص تيجي عند منطقة البيتيوتري ستوك بهذا الشكل، وتقوم لفة حوالين البيتيوتري ستوك ومغطية البيتيوتري من فوق، تفصل البيتيوتري عن البيز اوف ذا برين، وتسمح فقط بمرور البيتيوتري ستوك كمحطة وصل ما بين الهايبوثالامس وما بين البيتيوتري، وتسمى الجزء ده كده تحس انه عامل زي الحاجز كده، فيسموه ايه؟ يسموا الجزء ده كده المنطقة دي كده يسموه ايه؟ قال لك نسميها دايافراجما، دايافراجما سيلا، دايافراجما سيلا، دايافرام بتاع البيتيوتري جلاند. امال ايه حكاية السيلا؟ ايه كلمة سيلا دي؟ سيلا جاية من سيلا تيرسيكا، اي السرج السرج التركي. تعالى كده نشوف رسمة كنت برسمها لكم قبل كده عشان نعرف ايه حكاية السيلا والسيلا تيرسيكا ده. تعالى نشوف رسمة قطاع في البيز اوف ذا سكال، قطاع عايز اشوف تركيب السكال من الداخل. تعالى كده نبص على السكال، دي السكال بتاعتي. تقول من قدام هنا ده الروف بتاع الاوربت، من ورا دي الفورام الماجنم. كان عندي بص كده الروف بتاع الاوربت نهايته من هنا كده، بتقول على الحته دي الليزر وينج وسفينويد، والجناح الواسع ده الحته دي كده كنت بقول ده الجريتر وينج وسفينويد، بتقول لك ده البادي بتاع السفينويد هنا. بص كده لما تيجي تبص على المنظر على الصوره اللي موجوده قدامك دي كده، هتلاقي الليزر وينج بسفينويد بيجي في نهايته كده ويطلع لي بسن، نهايته كده ويطلع بسن. السن ده بسميه الانتيريور كلينويد بروسيس. طب لما اجي ابص كده شايف ده مش ده البادي بتاع السفينويد؟ ده بريست اهو، قدامه التو انتيريور كلينويد بروسيسز، وراه بص كده حتتين مرتفعتين مشاور عليهم هم دول اسمهم البوستيريور كلينويد بروسيسز. يبقى الانتيريور كلينويد بروسيسز والبوستير كورونويد بروسيسز بيحيطوا بمنطقه البريسد او فصه على الابر سيرفيس بتاع البادي اوف السفينويد، هي دي الفصه بتاعه الهايبوفيسز او الهايبوفيزيال فصه اللي احنا بنسميها السيلا تيرسيكا. كلمه سيلا تيرسيكا يعني السرج التركي، يعني ايه؟ مرتفع من قدام بتو انتير كورونويد بروسيسز، مرتفع من ورا بتو بوستير كورونويد بروسيسز، وفي المنتصف منخفض عشان يستقبل البيتيوتري جلاند. تعال نرسم الرسمه دي كده والصوره دي ونشوفها في صوره الرسمه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله النبي صلى الله عليه وسلم محمد. عشان ما ناخدش وقت طويل بس عشان ما نطولش الفيديو، انا رسمت الرسمه اهي سريعا. ده الروف بتاع الاوربت، يبقى اكيد دي الليزر وينج والسفينويد. يبقى لو شاورت على النقطه دي والنقطه دي هتقولي دول الانتيريور كلينويد بروسيس، لو شاورت على المنطقة اللي ورا دي ودي كده هتقولي دي البوستيريور كلينويد بروسيس. هلاقي في بينهم كده، شايف المنطقة دي كده انا بشاور عليها دي، دي فصة منطقة البريست بينهم، اسمي المنطقة دي الهايبو في زي الفصة، هايبو في زي الفصة او السيلا تيرسيكا، سيلا تيرسيكا. الاقي بقى البيتيوتري جلاند موجودة فين؟ هتلاقي البيتيوتري جلاند موجودة هنا كده في المنطقة دي ما بين التو انتيرير كلينويد بروسيس والبوستيرير كلينويد بروسيس. لما اجي ابص كده البيتيوتري جلاند، هل مفيش حاجة جنبها من هنا ومفيش حاجة جنبها من هنا؟ لا، كان في حاجة مهمة قوي خدناها السنة اللي فاتت، كان اسمها الكافيرنس ساينس، هنا والكافيرنس ساينس هنا، واحدة من أهم الساينسز اللي بيشيلوا الفينس درينج بتاع البرين، موجود على اللاترال سيرفيس بتاع البيتيوتري جلاند. أسألك سؤال، مش ده المفروض أوربت؟ يعني المفروض إن في هنا أوبتيك نيرف، المفروض إن في هنا أوبتيك نيرف، هيخرج من الأوبتيك فورامين الناحية دي ومن الأوبتيك فورامين الناحية دي يعمل إيه؟ عايز يعمل الكيازما بتاعته،
دي كده هنا من هنا. يبقى لو شرحت لك على الحاجة دي هتقولي دي ايه؟ هتقولي دي الاوبتيك كايزما. مفروض انه مغطي المنطقة دي اكيد في مننجيز، قلنا ان المننجيز بتيجي فوق البيتيوتري جلاند وتغطيها بهذا الشكل، ولا تترك الا منطقة بسيطة جدا اللي هي منطقة البيتيوتري ستوك، يعدي منها الانفانديجولام عشان يصل البيتيوتري تحت بالهايبوثالاموس فوق. اوكي، بنسمي الجزء ده من المننجيز بيعرف باسم ايه؟ دايفراجما سيل. علشان اقدر اوصف البيتيوتري جلاند انا محتاج ارسم رسمة معينة. هاخد قطاع عرضي بهذا الشكل، يقطع ايه؟ يقطع الكافيرنس ساينس على ناحيتين، يقطع البيتيوتري جلاند في النص، ويقطع ما تحتها من السيونيبو. تعالى كده نبص نشوف الشكل ده هيكون عامل ازاي عندي. هذا السيونيبون، وقلنا ان السيونيبون جواها اير ساينسز لانها عظم وجوف. بص كده، دي البيتيوتري جلاند، نرسمها بالقلم الاسود. موجودة فعلا في الفصة اللي فوق الاسفينويد بون. شكل الكافيرنس ساينس بقى، هل هي بالشكل ده كده؟ لا، بص، الكافيرنس ساينس حاجة ضخمة تبقى عاملة كده. بعدين تيجي المننجيز، تصل بس وتدور حوالين البيتيوتري ستوك بهذا الشكل عشان تعملي الدايفراجما سيل. بص كده، دي الكافيرنس ساينس. سموها كافيرنس ساينس ليه؟ نتيجة ان هي واسعة وفي جواها بعض من الكونكتيف تيشو فايبرز. قسمت الكافيرنس ساينس، بقت عامله كانها مجموعه من المتاهات والكهوف، كيفز، فسموها كافيرنس ساينس بهذا الشكل. الكافيرنس ساينس مش بس كده، دي بتحوي جواها وتعتبر الفين الوحيد اللي بيحوي جواه ارتري، الانترنال كاروتيد ارتري بهذا الشكل. ده ايه؟ ان internal carotid artery. واحد يسألني دكتور ازاي يعني الساينس جواها الانترنال كاروتيد ارتري؟ بص انا هرسم رسمة خفيفة يعني ايه، نحاول ان احنا نفهمها مع بعض نوعا ما يعني. خلوني ارسمها لكم هنا. بص كده، كان عندي ده البيز اوف ذا سكال، والبيز اوف ذا سكال كان فيه مجموعة من الفورامينا، واحدة منهم كان اسمها الكاروتيد فورامين، وبعد كده ده الاكسترنال بارت بتاع السكال، وده الانترنال بارت اوف ذا سكال، وهنا كده الكافيرنس ساينس. كان يا مكان كان في عندي ارتري اسمه الكومن كاروتيد ارتري، كان بينقسم الى اكسترنال كاروتيد يروح يغذي شويه حاجات كده في منطقه النك، وانترنال كاروتيد ارتري عايز يدخل للسكال لانه هيمثل المين بلاد سبلاي للبرين داخل السكال. كان يدخل من خلال الكاروتيد ارتري ويلاقي نفسه الحمد لله قدر ان هو يوصل للبرين. اول ما يوصل للبرين يلاقي قدامه الكافيرنس ساينس، عايز يطلع لقدام، يقوم معدي داخل الكافيرنس ساينس لحد ما يصل الانتيريور بارت بتاعها، يقوم لافف وماشي على الميديال سيرفيس بتاع البرين، وينقسم الى اثنين من اهم البرانشات اللي هيغذوا البرين، الانتيريور والميديال سيريبرال ارتريز. كده شفنا الانترنال كاروتيد ارتري وهو بيعدي فعلا داخل جوه الكافيرنس ساينس. مش بس ده الارتري هو الوحيد اللي بيعدي داخل الكافيرنس ساينس، ده في مجموعه من النيرفات المهمه جدا بتمشي داخل الكافيرنس ساينس. ده واحد، اتنين، تلاته. المفروض ان النيرفات دي احنا درسناهم قبل كده. بص كده معايا، ده النيرف رقم تلاته،
الأوكيلوموتر، ده النيرف رقم 4 الابديوسنت. دول اتنين برانشات من النيرف رقم 5 اللي هو كان الترايجيمينال. اول برانش منه اللي هو كان اسمه الاوفثالميك، وده كده اللي اسمه الماجزيلاري. وكان في المانديبولر، بس المانديبولر خرج من السكال قبل ما يوصل للليفل بتاع الكافيرنس ساينس، خرج قبلها. بعد كده النيرف اللي تحت ده كده، ده النيرف رقم 6 اللي اسمه الابديوسنت. شوف كده كام حاجه ماشيه مع الكافيرنس ساينس. داخل الكافيرنس ساينس الانترنال كاروتيد ارتري، انفيرو لاترال له عندي نيرف رقم 6، في اللاترال لول بتاعها نيرف رقم 3 و4، والاوفثالميك والماكسيلاري ديفيجنز بتوع الكرينيال نيرف رقم 5. من خلال الرسمه دي او الثلاث رسومات اللي انا رسمتهم الاثنين دول والرسمه دي، اقدر اطلع الريليشنز بتاعت البيتيوتري جلاند. اولا سوبيريور للبيتيوتري، سوبيريور لها الدايفراجماسل، جزء من المينجيز الدايفراجماسل، بتفصل البيتيوتري عما فوقها من الهايبوثالاموس. عن طريق مرور فتحة بسيطة بتعبر من خلال الانفانديبولم او البيتيوتري ستوك. طيب بتفصل البيتيوتري كمان مش مجرد عن الهايبوثالاموس، دي بتفصلها عن حاجة كمان، شايف ده كده الاوبتيك كيازما مكان تقاطع تو اوبتيك نيرفز، ما هي دي كمان تعتبر فوق البيتيوتري جلاند وبيفصلها عنها الدايفراجماسل. طب انا برضه مش فاهم، مش متخيل. بص كده شايف الرسمة دي كده، عارف ايه ده؟ ده دي الاوبتيك كيازما. النيرف اللي هو الاوبتيك نيرف جاي من هنا، الاوبتيك نيرف الثاني جاي من الناحيه الثانيه، الاثنين اتحدوا مع بعض وعملوا الكيازما في المنطقه دي كده، تعتبر سوبيريور ريليشن للبيتيوتري جلاند ومفصوله عنها عن طريق الدايفراجما سيل. طب لما اقول لك ايه الانفيريور ريليشن، ايه الانفيريور ريليشن للبيتيوتري جلاند، هتقول لي والله الجزء ده كده البون دي اللي اسمها السفينويد بون، تحديدا البادي بتاع السفينويد بون موجوده البيتيوتري جلاند في الفصه فوق البادي بتاع السفينويد وفوق السفينويد اير ساينس. سينويد اير ساينس يعني ايه؟ يعني كافيتي بيحتوي على شويه هواء داخل السينويد بون، بدل ما تبقى كومباكت بون وتقيله وتقل سكالا نخفها شويه بان احنا نحط جواها كافيتي جواها هواء. ها سينويد بون ولا سينويد اير ساينس؟ في حته معينه كده ممكن الدكاتره يحبوا يقولها لكم، يقول لك هي مفصوله عن السينويد اير ساينس بايه؟ قال لك عن طريق مرور انتر كافيرنس ساينس. ايه الانتر كافيرنس ساينس؟ قال لك شايف الكافيرنس ساينس دي والكافيرنس ساينس دي عايزين يتصلوا ببعض، فيقوموا عاملين كده ما بينهم تشانل فين كده صغنون يعدي تحت البيتيوتري، اسمه ايه؟ الانتر كافيرنس ساينس. في الحقيقه احنا مش عندنا واحد بس انتر كافيرنس ساينس، احنا عندنا ثلاثه، واحد بيعدي